النوع الثاني ممكن يكون عندنا parallel paths. ففكرة parallel paths مثلا ممكن يكون عندي الكور هذا شكله مش مستطيل بسيط زي الحالة الأولى. وممكن يكون مثلا الكويل مركب هون. هذا طبعا بنسميه كويل، هذا بنسميه كور. والكور هون صار عندي هلا فيه ار موجودة بين هذول النقطتين، بعدين عندي ار موجودة بين هذول النقطتين وار بين هذول النقطتين. هذول الثلاثة بقدر اعملهم موديلينج كأنهم بيشبهوا لو عندي هون حالة ار1 مثلا ار2، وعندي هون هذا الكويل بمثل هذا الـ EMF أو MMF، عندنا هون R3 هون. فهذا الجزء اللي موجود هون بيشبه الجزء اللي موجود هون. بعدين عندنا من النقطة هاي من النص للنقطة هاي بالنص رح نسميها مثلا هاي R4، وعندنا من هون لهون R5، من هون لهون R6، ومن هون لهون R7، وهاي فصور هذا الباث ايش؟ هدول ان سيريز. بنجمع هاد زائد هاد زائد هاد، بعدين هدول الاثنين بيصيروا ان باراليل مع R4، بعدين بنحطوا ان سيريز مع R1 R2 R3 وبنحسب شو بيطلع معي؟ بيطلع معي هون I، او بيطلع معي هون ايش؟ هذا اذا بدك سميه اي توتال، وهذا سميه فاي توتال. اي ايش راح يصير فيه عند النقطه هاي؟ راح يتفرع في تو بارلل باث، مش هيك؟ فبطبق الكرنت ديفيجن، الكرنت اللي في ار بتناسب مع الريزيستنس تبعت الارم الثانيه، مش اخذتوا الكرنت ديفيجن؟ فبتقدر تحسب الكرنت اللي بتوزع بين هون وهون، وبنفس الطريقه فاي اللي بتمر هون، هلا هون راح تتوزع هذه لفاي 1 راح تتوزع هون لفاي 2، وفاي 1 لفاي 2 نفس الشيء بتناسبوا عكسيا مع الريلكتنس تبعت الباث اللي هو موجود فيها. فالفلكس اللي راح يروح هون راح تكون نسبته بتتناسب مع ار تبعت هذا، ولاحظ انه هذا بدا من هون لهون، من هاي النقطة لهاي النقطة، وهذا من هاي النقطة لهاي النقطة، فبتكون عندي هذا التفرع اللي هون فبحسبهم، ونفس الشيء باجي اذا بدي احسب بي هون ايش بستعمل؟ مش فاي توتال، بستعمل فاي 1. وبقسم فاي 1 على الاريا الكروس سكشن الاريا هون. اذا بدي احسب بي هون باخذ فاي 2 وبقسمها على الكروس سكشن الاريا هون تعطيني بي 2 هون، بقسمها على الكروس سكشن الاريا هون تعطيني بي 2 او بي حسب ايش بي بي 1 بي 2 بي 3 مثلا في كل منطقه من المناطق. ناخذ الحاله الثالثه. الحاله الثالثه اذا عندي فاريبل Permeability. احنا لحد الان اعتبرنا الاسامبشن كان انه ميو assumed constant regardless of قيمة h. لكن الحقيقة هون اذا بنطلع راح نشوف عندي لأي مادة، طبعا هذا هون intensive property راح يكون h، وهاي وحدتها ampere per meter، وهاي وحدتها تسلا، وهذه b. راح نشوف يمكن يكون عندي اشي زي هيك. احنا لما فرضنا انه mu constant كأنه عمالنا بنقول هيك اوكي، لكن وطبعا هذا كمان بيهمل اشي تاني. ايش اللي بيهمله هذا الكيرف؟ بيهمل الهستريسس كمان. فلو انا بدي اخذ هستريسس بعين الاعتبار لازم اكون عندي كيرف للصعود وكيرف للنزول. واذا بتطلع واظن في السؤال اللي موجود فيه في اكزامبل اظن 1.5 موجود في كتاب تشابمان، راح تشوفوا هذا سكيل لوج سكيل لوغاريتميك سكيل، في حين هذا لينير سكيل. فهذا لوغاريتميك سكيل من هون على اتش.
فالان بالحاله هاي اذا اعطاني بالسؤال انه ما عملش اسامبشن انه ميو كونستنت، ميو في لها كيرف، لازم نستعمل هذا الكيرف، وبنستعمل هذا الكيرف في اتجاهين، نستعمل هذا الكيرف باتجاهين. ممكن اذا انا بدي اتش، اذا عندي بي وبدي اطلع اتش، او اذا عندي اتش وبدي اطلع بي، فهذا الكيرف اذا بدنا نستعمله احيانا ممكن تكون عندي قيمه اتش معروفه لانه قيمه اف معروفه. فاذا كانت قيمه اف معروفه، اذا كانت قيمه اف معروفه، اف اللي هي الام ام اف اللي ايش بتساوي؟ اف بتساوي ام اي، مظبوط. طيب لو بدي اطلع اتش من اف، ايش بعمل بان اي؟ نقسمها على ال سي. فممكن احيانا يكون عندي اف معروفه، مثلا ان معروفه واي معروفه، فبطلع منها اتش، اتش بطلعها من ان اي بقسمها على ال سي، صار عندي قيمه اتش. شو بعمل الان؟ بدخل الكيرف هذا بقيمه اتش المعروفه، وبتطلع بعدين خط من هون. الخط من هون بتقاطع مع الكيرف عند النقطه هاي، ومن النقطه هاي بطلع خط ثاني بروح بهذا الاتجاه وبعطيني قيمه بي. فاذا هون راح نحط هي الخطوه اللي بعدها، استعملنا الكيرف فصار عندي قيمه بي معروفه. من بي ايش بقدر اطلع؟ اللي هي فاي. لا انا ميو انتهيت منها، ميو مش هدف بحد ذاتها. انا عاده بدي احسب من الام ام اف، بدي احسب فاي او بي، او من فاي وبي بدي احسب الام ام اف. فميو انتهت بالمرحله اللي موجوده هون. هلا كيف بحول من بي لفاي؟ فاي شو بتساوي؟ بي مطلوبه فيها. هاي الخطوات هدول اذا بدك ترقمهم، هاي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوة الثالثة اللي هي الكيرف، الخطوة الرابعة اللي بطلع بي من الكيرف، الخطوة الخامسة بطلع فاي. أو ممكن يكون العكس، ممكن يكون هو معطيني قيمة فاي وبده ياني أطلع الكرنت المطلوب. فبالحالة هاي بصير ترتيب الخطوات معكوس، بصير عندي 1 2 3 4 5. فهون أنا عندي فاي نون، بدينا بقيمة فاي وبدنا نطلع من قيمة فاي مثلا الام ام اف. هون عندي فاي نون وبدي اطلع من قيمة فاي عفوا اف نون، الام ام اف نون بدي اطلع منه قيمة فاي. الحالة الأخيرة الرابعة والأخيرة، اللي هي دي احيانا بكون عندنا مالتيبل كويلز، يعني مالتيبل ام ام افس. وبالحاله هاي مثلا بكون عندي الكيرف التالي، فرضا هذا الكيرف او هذا الكويل، وفي عندي عليه كويل بهذا الشكل وكويل ثاني بهذا الشكل. هون عندي راح يكون اف 1 وهون راح يكون عندي اف 2. ورغم انه اف 1 واف 2 سكيلرز بس لهم بولاريتي، اوكي، هم سكيلرز بس لهم بولاريتي. زي ما الفولتج في دائره، زي ما ممكن يكون عندي الفولتج بدائره، عندي هون اي ام اف وريزستر وعندي هون اي ام اف وريزستر. هل هذول التو فولتج سورسز بيعكسوا بعض ولا بيساعدوا بعض؟ بيعكسوا بعض. اذا بطرح القيمتين من بعض والكرنت بيكون باتجاه الاكبر منهم. نفس الشيء من هون، بدي اجي مثلا لازم احدد طبعا الكرنت، ما بكفي احدد لفه الكويل، خلينا افترض انه هذا هيك، فهذا صار عندي بهذا الاتجاه، اذا البولاريتي تبعته هيك، فبحاول يمشي فاي بهذا الاتجاه كلوك وايز. هذا هيك فكمان بحاول يعمل فاي كلوك وايز، فبجمع التنين مع بعض، وبكون النتيجه انه الفلكس النهائي. لو كان هذا عكست التيار في واحد منهم، بصير بدي اشوف مين الاكبر، مين الاف الاكبر. الاف الاكبر هو اللي راح مشي الفلكس في اتجاهه. دول من 4 انواع ممكنه من الماجنتيك سيركتس.